بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في الوقت الذي يستمر انتشار فيروس كورونا في أنحاء العالم بأسره، فقد عاد فيروس شلل النحل المزمن للواجهة من جديد، متصدرا الأخبار العالمية عبر كل وسائل الاتصال ومواقع الاتصال الاجتماعي والتلفزيون. تم اكتشاف عودة الفيروس من جديد في عدة مناطق من بريطانيا، وفقا للمعلومات التي تم جمعها من عدة مناحل في بريطانيا. هذا الفيروس يعد من أخطر الفيروسات المضرة بالنحل، لأن النحالين خائفون من تفشيته وسط مناحل النحل في العالم، مثلما تفشى فيروس كورونا بين البشر ودول العالم ولم يجدوا له حل حتى الآن. ففيروس الشلل يسبب ارتعاش للنحل وعدم القدرة على الطيران، فيتساقط شعر النحلة وتجد جسمها ناعما ليس فيه شعر، وتموت النحلة خلال أسبوع. فهذا الفيروس اكتشف في عام 2007 في إنجلترا، حيث تم تسجيل أول إصابة بالفيروس في مقاطعة بشمال إنجلترا. كما أن هذا الفيروس يتطور جينيا مثله مثل فيروس كورونا، فهو يتحايل على الخلايا المناعية للنحلة ويتعايش معها ويقوم بترجمته بواسطة الآلية المضيفة، فيؤدي إلى تراكم جزيئات الفيروس فتموت الخلايا، وبعد أسبوع تموت النحلة. فاحذروا من هذا الفيروس، لأنه حتى الآن لم يجدوا له علاج. كل النحالين عبر العالم خائفون منه كثيرا، وهم الآن يقومون بدراسات وأبحاث علمية حتى الآن. أرجو منكم إخواني الكرام أن تنشروا هذا الفيديو قدر ما استطعتم، ليصل إلى كل النحالين والدال على الخير كفاعله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل خاصية الجرس والإعجاب بالفيديو. شكرا لك على المشاهدة، دمت في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم. قناة النحلة.